بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم زراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوع حلقتنا النهاردة يا جماعة استكمالا للحلقة السابقة، وهي زراعة الفلفل، اللي اتكلمنا فيها عن طريقة زراعة الفلفل بشكل صحيح، وكمان اتكلمنا فيها عن الكثافة النباتية المثلى اللي انت هتستخدمها في زراعة الفلفل عشان تاخد أعلى محصول وكمان تاخد جودة كويسة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت يا جماعة عن برنامج التسميد كمان في مرحلة النمو الخضري. النهاردة هنتكلم عن مرحلة مهمة جدا جدا يا جماعة، او مرحلتين مهمين جدا، وهي مرحلة النمو الزهري ومرحلة النمو الثمري او العقد. نبدأ مع بعض كده يا جماعة حلقتنا النهاردة عشان ما اطولش على حضراتكم، وفي اخر حلقة ان شاء الله برضو هنتكلم عن اهم الرشات اللي انت لازم ترشها في الفترة دي يا جماعة، ونخلي بالنا كويس جدا من الرشات اللي انا هقول لك عليها دي، عشان الفلفل الفترة دي بيبقى حساس جدا لأمراض كتير جدا، كمان بيبقى حساس لعن نقص عناصر كتيرة في الفترة دي، لأنه بيبدأ الشجرة بتبدأ تقعد وبتبدأ تحمل ثمار، وبيحصل على الشجرة إجهاد من بقى نقص العناصر أو إجهاد من تذبذب في الري أو الكلام ده. فالنهاردة يا جماعة هقول لكم على كل حاجة إن شاء الله في الفترة دي اللي هنمشي عليها إن شاء الله عشان ناخد محصول كويس، وكمان ناخد نبات صحي ونبات كويس. بداية كده يا جماعة، احنا اتكلمنا قبل كده ان قلنا ان كل النبات فيه ثلاث مراحل مهمين، وهي مرحلة النمو الخضري ومرحلة النمو الزهري ومرحلة النمو الثمري، وكل مرحلة يا جماعة لها احتياجات معينة من العناصر اللي لازم تزودها في المرحلة دي. زي ما اتكلمنا سابقا قلنا ان مرحلة النمو الخضري لازم تهتم بالازوت شوية عشان تزود المجموع الخضري، والنهاردة يا جماعة مرحلة المجموع الزهري ومرحلة العقد. في الفترة دي يا جماعة لازم نهتم بعدة عناصر مهمة جدا جدا في الفترة دي، وتركز فيها كويس جدا. اولا عنصر الفوسفور من العناصر الهامة جدا جدا في هذه الفترة يا جماعة. كمان لازم في الفترة دي يا جماعة انك ترش مثبت للعقد والتسييق والتزهير نفسالين اسيتيك اسيد، لازم ترش مثبت للعقد والتزهير. كمان عنصر البورون من العناصر المهمة جدا يا جماعة في هذه الفترة، انت بترش رشة بورون قبل مرحلة العقد، قبل مرحلة التزهير بحاجة بسيطة، وبترش اثناء مرحلة التزهير رشة، وبترش اثناء مرحلة العقد رشة كمان. بداية كده يا جماعة خلينا نقول برنامج التسميد اللي احنا هنمشي عليه ونتبعه، وان شاء الله اذكر لحضراتكم الرشات المهمة في آخر الفيديو. اول يوم يا جماعه زي ما قلنا واتفقنا انك انت هتمشي مع الفلفل يا جماعه في التسميد يوم ويوم او يومين والتالت، ايا كان النظام اللي انت هتتبعه. لو انت هتروي يوم ويوم او هتروي يومين والتالت، ما ينفعش انك تروي الفلفل يوميا، هيحصل عندك مشاكل. يا اما تروي بقى ايه 5 دقائق او 10 دقائق، وده طبعا هيبقى اجهاد عليك او تعب عليك، فانت تروي يوم ويوم، او انك انت تروي يومين، كل يومين وتروي في اليوم التالت، وتروي الفلفل يا جماعه مش بكميات كبيره، لان لو رويت الفلفل بكميات كبيرة يحصل عندك مشاكل كبيرة جدا، واهمها انه ممكن يحصل لك اعفان جذور، او يظهر عندك بعض اعراض نقص العناصر اللي بتيجي من زيادة المية او بتيجي من قلة المية، زي عنصر الكالسيوم مثلا. عنصر الكالسيوم يا جماعة لو زودت المية بشكل كبير في الري هيظهر عندك اعراض نقص الكالسيوم، ولو قللت المية بشكل كبير في الري هيظهر برضو عندك نقص عنصر الكالسيوم. خلينا نتكلم كده يا جماعة عن اول يوم تسميد هنتابعه في الفترة دي. اول يوم يا جماعة تحط 3 كيلو هيوميك اسيد، 3 كيلو هيوميك اسيد، وفي اليوم التالي هتحط 10 كيلو نترات نشادر زائد 3 لتر حامض فسفوريك او 4 كيلو ماب، اي حاجه فيهم يا جماعه 3 لتر حامض فسفوريك او 4 كيلو ماب، او انك انت تستخدم سماد مركب عالي الفسفور، تمام، زائد 4 كيلو نترات بوتاسيوم، يبقى 10 كيلو نترات نشادر، 3 لتر حامض فسفوريك زائد 4 كيلو نترات بوتاسيوم. ده اليوم الثاني يا جماعه في التسميد. في اليوم الثالث يا جماعه اللي هنسمد فيه هيبقى برده نفس الكميات اللي ذكرناها سابقا، اللي هم 10 كيلو نترات نشادر و3 لتر حامض زائد 4 كيلو نترات بوتاسيوم. بعد كده يا جماعه هندي 7 كيلو نترات مغنيسيوم اللي هو المغنيسيال، 7 كيلو يا جماعه نترات مغنيسيوم، نترات مغنيسيوم يا جماعه مش سلفات، تمام.
في بعد كده يا جماعه هندي مياه بدون تسميد، في اليوم اللي بعد كده ندي مياه بدون تسميد لانك انت تروي من غير ما تسمد، وفي اليوم ده يا جماعه تحاول انك انت بقدر الامكان لو في عندك اي نقطات مسدوده او لو في عندك اي مشاكل في شبكه الري تبدا تظبطها في اليوم اللي فيه الميه البيضه ده. في اليوم التالي للمياه بدون تسميد يا جماعه هتدي نترات كالسيوم زائد حامض نيتريك بمعدل 2 لتر ونص حامض نيتريك زائد 8 كيلو نترات كالسيوم. وزي ما قلنا يا جماعه على طريقه التسميد في اليوم ده تبقى ازاي، تبدا تسحب حامض النيتريك الاول تسحبه في السماده ويليه على طول نترات الكالسيوم. بعد نترات الكالسيوم يا جماعه هتدي مياه بدون تسميد زي ما ذكرنا قبل كده يا جماعه، وتركز قوي في النقطه دي. لو انت بتشتغل تسميد عن طريق النقاط او انك انت بتروي عن طريق النقاط تركز قوي في اليوم بتاع تسميد الكالسيوم يا جماعه، ما ينفعش انك انت تسمد قبل في اليوم اللي قبله اي تسميد او في اليوم اللي بعده اي تسميد. حاول بقدر الامكان ان اليوم التسميد اللي يكون قبل الكالسيوم يكون ميه بيضه واليوم اللي بعد الكالسيوم يكون ميه بيضه برده بدون تسميد. طيب بعد كده يا جماعه بعد نترات بعد المياه بدون تسميد هنرجع ندي تاني السماد الكلي بتاعنا اللي هو مصدر للازوت ومصدر للبوتاسيوم ومصدر للفوسفور، اللي هو نترات النشادر يا جماعه اللي هي مصدر للازوت، والحامض الفوسفوريك مصدر للفوسفور، ونترات البوتاسيوم مصدر للبوتاسيوم. ونحط بنفس الكميات يا جماعه السابق ذكرها اللي هي 10 كيلو نترات نشادر و3 لتر حامض فوسفوريك و4 كيلو نترات بوتاسيوم. بعد اليوم ده يا جماعة هنحط 2 لتر ونص طارد ملوحة، 2 لتر ونص يا جماعة طارد ملوحة. مهم قوي يا جماعة طارد الملوحة في الفترة دي عشان انت بتبدأ خلاص انت وصلت المرحلة انك انت دلوقتي بتشتغل مع النبات بقالك حوالي 35 او 40 يوم وبتحط اسمدة كتير جدا، فبدأت ممكن تكون بعض الاملاح بدأت تتجمع حوالين منطقة الجذور، ودي بتعوق امتصاص العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة وممكن يحصل عندك مشاكل في الجذور. فطارد الملوحة يا جماعة هيبدأ يطرد لك كل الاملاح اللي حوالين منطقة الجذر ويسهل على ان الجذور امتصاص العناصر الغذائية اللي موجودة. بعد طارد الملوحة يا جماعة هتبدأ تحط لي سلفات مغنيسيوم كام يا جماعة؟ 7 كيلو سلفات مغنيسيوم للفدان. طيب ده كان برنامج التسميد يا جماعة اللي احنا هنمشي عليه في الفترة بتاع التزهير وتكوين الثمار او مرحلة التزهير والعادة. طيب زي ما قلنا يا جماعة في شوية عناصر كده لازم تركز فيهم في الفترة دي. اولا انت لازم ترش رشة عناصر صغرى كل 15 يوم. احنا كان ممكن حطينا عناصر صغرى في برنامج التسميد ولكن يفضل انك انت ترش العناصر عن طريق الاوراق او تستخدم العناصر الصغرى عن طريق رش عن الاوراق عن التربة، لان التربة يا جماعة التربة بتاعتنا تربة قاعدية ويصعب فيها امتصاص العناصر الغذائية خصوصا العناصر الصغرى. تمام، فانت العناصر الصغرى زي ما قلنا قبل كده هترشها وترشها كل 15 يوم، ولما تيجي ترش العناصر الصغرى يا جماعه زي ما ذكرنا تحاول تخلط معاها احماض امينيه، لان العناصر الصغرى يا جماعه الوزن الجزيئي بتاعها عالي فبيصعب امتصاصها من خلال صغور النباتات، ولما بتتحد مع الاحماض الامينيه الاحماض الامينيه الوزن الجزيئي بتاعها صغير وبتبدا تاخد العناصر الصغرى ويسهل امتصاصها عن طريق الاوراق. طيب يبقى نهتم بالعناصر الصغرى يا جماعه والاحماض الامينيه في هذه الفترة. نهتم بعنصر البورون يا جماعة من أهم العناصر اللي لازم تهتم بيها في الفترة دي عشان حيوية حبوب اللقاح ويديك عقد كويس وثمار ذات جودة عالية. كمان يا جماعة عنصر الكالسيوم من أهم العناصر في الفترة دي، اوعى تهمل في عنصر الكالسيوم يا جماعة لأنه هيعمل لك مشاكل كبيرة جدا. تمام، كمان يا جماعة في الفترة دي تخلي بالك قوي من الحلم أو العنكبوت الأحمر، ممكن يعمل لك مشاكل في الفلفل. هو الحلم الدوري ده يا جماعة بتلاقي عندك بعض الأوراق تبدأ تلف تبرم كده وتتلف، ده يا جماعة حلم، فتركز قوي في موضوع الحلم ده وتبدأ ترش فيرتمك أو شالنجر أو أي مادة من المواد اللي بتستخدم لمكافحة الأقروس. ده كان موضوعنا النهاردة يا جماعة عن الفلفل في مرحلة العقد ومرحلة التزهير وأهم العناصر اللي احنا لازم نستخدمها في الفترة دي رشا على الأوراق وبرنامج التسميد اللي انت لازم تتبعه في الفترة دي. بكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى أن أكون وصلت لكم معلومة مفيدة، ولايك للفيديو يا جماعة وشكرا لحضراتكم، تحياتي.